شباب كنا نعرف ذيك النبتة اللي تظهر بعد ما تمطر الدنيا، خاصة بالصحاري والأماكن اللي بيها تراب. احنا بالعراق نسميها چمن، بالنسبة للطبقة المثقفة والبرجوازية يسموها كمر، أما بالنسبة لدول الخليج يسموها فقع. عندي سؤال صغير قبل لا أبدأ بالقصة، الطبقة المثقفة اللي موجودة مثلا بالخليج، نقدر نقول الطبقات اللي هي مثلنا يعني ذول البرجوازيين، يسموها فقع ولا فقع؟ يعني والله ما أعرف، بس حبيت أسأل لا أكثر. وإذا يسموها فقع أفقعك كيف أخليك ما تشوف بعد، أطشر شوابك. قبل لا أبدأ بالقصة مال اليوم، أذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى لأهل الجن على ذكرهم يحضرون، ويلا نبدي بقصتنا. اسمي ناظم. بأحد الأيام كنت يم مقاربي، جلست يمهم تقريبا بحدود 3 أيام، وبيوم من الأيام وأنا جالس يمهم بدت تمطر من المغرب، وعلى أساس أنا أطلع المغرب وأروح، وكان المطر شديد وطريقة طويل عرضولي، وقالوا لي ايش عندك طالع بهذا الوقت المتأخر، خليك يا رجال. وفعلا بقيت. أما بالنسبة لليوم الثاني فتغديت يمهم، وبعدها طلعت على كيفي العصر بحدود الساعة تقريبا 3، استمريت بالطريق أمشي لغاية ما صارت الساعة تقريبا 4:30، وقررت أنزل. نزلت على جانب الطريق وصليت صلاة العصر، وناظرت لقيت فقع أو شمة موجود على جانب الطريق، وقلت ليش ما أدخل أخذ لفة بالسيارة وألم وأخذ من عنده الأهلي، تعرفون هذا يعني مرغوب ومو دائما يظهر بالأرض إلا بعد المطر، وهاي الأرض اللي كانت صح صحراوية لكن غنية بهذا الشيء. وفعلا نزلت للصحراء وبديت أمشي وألم، وأنا جاي أمشي وألم صار فد أمر غريب قدامي، تفاجأت لقيت ناس جاي تلم. بالبداية حسبتهم جن لأن كانوا مخربطين ونسوان تشاقة وتضحك. طبعا شوية وأشوف سيارة يغاد واستحيت من حالي، مباشرة صعدت بسيارتي وفريتها ورحت لغير مكان ألم. الظاهر ذولا عائلة وعبالهم ما موجود أي أحد، المهم جزيتهم مسافة بعيدة، وبعدها نزلت من السيارة وبديت ألم. ناظرت وبعدهم يشوفوني وشوف، وقلت عيب هذني يعني نسوان وما يصير أنا أظل ألم بنفس المكان. بديت أمشي وأمشي وأمشي لغاية ما وصلت مكان اتعمقت بالصحراء، لكن ما دريت بلقيت قدامي منظر مو طبيعي. الأرض كانت يعني جدا صايرة بشكل منحدرة كأنه وادي بالصحراء، أول مرة بحياتي أدخل بهيج مكان بالصحراء. مع العلم كنت أطلع وأصيد، لكن كل الأماكن اللي أروح لها أماكن عادية، وهذا المنخفض اللي صاير بالأرض يعني كأنه وادي كان متروس فقع أو شمه، ونزلت بيه وبديت ألم حتى تعبت وصعدت لي فوق. ويوم اللي صعدت لي فوق ناظرت بالسيارة استغربت كأنه السيارة مادتي معوجة، وأول ما وصلت ليمها اتفاجأت التاير الأمامي بيها مغرز، ليش ما أعرف. بديت أحاول أطلعها، بديت أتقدم أرجع وهي تحفر وتنزل أزيد، تحفر وتنزل أزيد، والسيارة اللي عندي ما كانت دفع رباعي، شكلي غرزت بهذا المكان وما راح أطلع إلا يجي أحد ويسحبني. وهذا الكلام كان بحدود يعني 2009 2008. المهم كان عندي جوال، لكن الجوال اللي عندي يا دوب تتصل بي وتقول ألو، الجوال العادي أو الكشاف أو أبو اللايت اللي موجود بأمامه اللي يسمونه 1110 النوكيا القديم، احنا نسميه بالعراق صرصور. المهم حاولت ادور على شبكة بالمكان حتى اتواصل ويا احد، وبعدين اتذكرت الناس اللي كانوا يلمون كما عسى ولعل القاهم، لكن هم بعيدين جدا علي، فبديت امشي واتقدم على امل انه انا اشوفهم، بلكي هم اتقدموا. وانا جاي امشي بديت استوحش لان المكان صار مظلم وشكلها الدنيا اليوم قامت تبرد وترعد. المهم قلت راح تمطر، وفجأة قام ينزل المطر على كيفه، وشوية زادت قطرات
المطر، وبعد ما زادت قطرات المطر رجعت أركض على السيارة أخاف الدوم وتتنقع. قعدت بالسيارة وأخذت لها تقريبا 10 دقائق تمطر، ووقف المطر مرة واحدة وانجلت السماء وبدت تظهر بيها نجوم، وهنا خلاص اختلط الظلام فد مرة وقمت ما أشوف أي أحد. فاللي سويته هنا لازم أنزل ولازم أخلي ضوء بالمكان. وبعدها قلت لا خلي تأخر الوقت لما نصير يعني أشياء أسمع صوت، وكنت أقصد يعني أصوات الحيوانات، أشغل ضوء في سبيل ينهزمون. وأنا جالس بالسيارة سمعت صوت مال خطوات حوالين السيارة، ركزت زين وفعلا هذاك أحد يمشي. فتحت الباب وما خايف ولا أي حاجة، كنت ما أخاف نهائيا. عدة مرات صادفني جن أبو فانوس وغيرها وأنا بالصحراء وما أخاف من عندهم. المهم نزلت من السيارة، لكن أنا يوم اللي دخلت بهاي المنطقة ظليت منتبه على الكمل اللي موجود بالأرض أو الكمة، وهنا ما استوعبت يعني مرة واحدة أنا لا قلت تذكاري لا هاي نسيت. المهم أول ما نزلت من السيارة بديت أسمي، ناظرت وما لقيت أي أحد واختفت الخطوات من المكان. المهم وأنا مستمر أردد يعني بآيات من القرآن سمعت دربكة ورقضة واختفى الصوت مرة واحدة. ومعروفة ما يصير تنام وانت مشغل إضاءة، لكن إذا أردت تقعد بمكان ما يصير تطفي الإضاءة كلها بي وتظل جالس بالظلم، وأنا حاليا بظلام دامس وهذا الشيء ما يصلح ولا يجيني نوم ولا أي حاجة. كذب أقدر أنام بهذا المكان؟ عندي بالسيارة يعني جلوب صغير، وهذا الجلوب أقدر أربطه على الباتري مال السيارة، وفعلا ربطته على الباتري مال السيارة وضويت المكان. بلكي يجي شخص مستطرق ولا واني عرفت بنفسي هذا المكان منقطع. المهم وانا جالس بعدين سمعت صوت كأنه واحد جاي ينادي بيه، وكان يعني ما يناديني باسمي ولا اي حاجة، وكانت مات المناداة كأنه جاي ينادي له بشخص بدون. اتلفت بالمكان ما جاي اشوف احد، معقول هذا جاي يناديني ولا ينادي على صديق؟ هنا وقمت انادي بصوتي العالي في سبيل يسمعني، بلكي شخص من البدو على الاقل اروح اقضي الليلة يمهم قهوة شاي. السيارة مات فارغة وما بيها اي حاجة. المهم شوية واشوف زول ما الشخص اجى يتقدم علي من بعيد. يوم اللي يتقرب يعني تقرب تام ما اعرف اللي صار، تبخر من قدامي كأنه ريح، مع العلم يعني ما ظل بينه وبينه غير مسافة قريبة. تخيلوا دخل يعني بالمصدر مال الضوء اللي هاني شاعله وشفته بعيني. هنا عرفت انه هذا المكان مسكون بالجن واني مجبور اجلس به. بديت اردد بآيات من القرآن مرة ثانية، وانا جاي اردد بآيات من القرآن، قلت ليش ما العب عليهم؟ ساعة اغني وساعة اردد بآيات من القرآن. كنت متخيل نفسي انا مسيطر وقرأت قرآن وحصن نفسي وما راح يقدرون يضروني، وهذا كان الغلط بي. المفروض اني اقعد بذاك المكان واحترم نفسي، وابو المثل يقول يا غريب كون اديب، وانا بالنسبة انهم حاليا شخص غريب ومتطفل عليهم، احتمال انا قاعد فوق بيوتهم وكل هذا الشيء اعرفه، لكن قلت خلص خلي العب وياهم لا اكثر. انتوا هسه ما تعرفون شخصيتي انا شنو، انا شويه فكاهي واضحك وما احب الملل نهائيا، والجلسه مالتي كانت ممله جدا بهذا المكان، خاصه لما ما لقيت احد اسلم وياه، حتى ذا جن ما عندي اي اشكال، صح اخاف من عندهم لكن خلص راح اسويها واللي يصير يصير. المهم صرت اغني وعلب صوتي، وانا جاي اغني وعلب صوتي صار فد امر غريب، قمت اسمع اصوات كانه مال عياد وما اعرف هذا الصوت شنو، كانه عزاء بالمكان، المفروض هم يفرحون اذا كانوا من الجن. بعدها قرات قران وكان العياط مستمر، قمت اركز لا اكو شيء بالموضوع، هذا العياط مو طبيعي، كانه اكو عزاء بالمكان. وفعلا بذاك الوقت انطلقت باتجاه هذا المكان اللي صاير منحدر، صعدت لي فوق واني اقول بآيات من القرآن، ناظرت ماكو اي حاجة، بديت اتمشى
بهذا الارتفاع وألمح أضاءة من بعيد، ما النار مشتعلة وشفت أضوية مال سيارة، وشكل هذا الصوت جاي من يمهم، لا جن ولا أي حاجة، احتمال بالبداية كانوا جن، وبعد ما قرأت آيات من القرآن شافوني إنه أنا محصن نفسي وراحوا، وفعلا بديت أتمشى. يوم اللي وصلت لقيت رجال تقريبا فوق 50 شخص، أكو سيارة كانت موجودة بالمكان، لكن السيارة هاي شلون تشتغل ما أعرف، السيارة بيها إضاءة لكن السيارة كانت قديمة، وكانت أكو خيمة مال شعر وأكو نساء لغاد، النساء ما كان مبين منهم أي حاجة عن النار اللي مشعولة، يلا شوف بس خيالهم الأسود. وصلت لهذا المكان وظليت أناظر وطالع بيهم، واحد من عندهم شافني وما عار أهمية الموضوع، وعرفت إنه هذا المكان بجنازة، استحيت أتقدم واروح عليهم مباشرة، افتريت ورجعت أتمشى طبيعي. وصلت يم السيارة والصياح كان مشتغل عياط بصوت عالي، بيني وبين نفسي أقول الله يعينهم، خطية ذولا عندهم عزة. شوية وألمح واحد يطالعني ويناظر علي من فوق هاي التلة، التلة كان بيني وبينها مسافة، شفته لأن كان شايل بإيده أضاء، ناظر علي مرتين ونزل. هذيك الليلة يمكن أغرب ليلة مرت علي بحياتي. المهم رحت هستوني أريد أتقدم، وبعدها سمعت أصوات تتقدم، رجعت يم السيارة خايف، صعدت بسيارتي وجلست وانتظر أريد أشوف شي يصير. بعدها شفت أضاءة من بعيد، وبعدين اتضح أن ذول الناس جايين مشي، جاي يتمشون وشايل الجنازة مالتهم. نزلت من السيارة مباشرة، لأن أنتم تعرفون إذا مرت من يومكم جنازة فأنتوا لازم تنزلون، والمشكلة ما كانوا يتكلمون أبد. المهم رحت ودخلت بنصهم، وأنا جاي أتمشى بنصهم شعرت يعني شعور غريب، كنت لما أطخ يعني بيهم وبأجسادهم كنت أحس إن هم يعني بيهم ريحة، إنه ريحتهم كلها دخان مو نظيفين، شعرت إنه أنا شوي دايخ وعد الصداع، حسيت يعني بكتمة. المهم وأنا جاي يمشي على أساس وياهم بالجنازة ما ناظرت عليها عدل. يوم اللي طالعت بالجنازة تفاجأت، الجنازة المفروض يخلوها بنعش أو تابوت، الجنازة بس بشر وشايلينه ولافينه بقماش، ما أعرف حاطين فوقها قماش. هذا الشيء رعبني جدا، وهنا أنا سألت واحد جاي يمشي وكان يعني شوي صغير بالعمر، يعني بعد شاب بالعشرينات، سألته وقلت له هذا من الميت؟ قال لي هذا الميت أقداح. ولما قال لي هذا الاسم عرفت انه هذا الاسم قديم، وهذا الاسم يعني مال بدو تقريبا، وتأكدت ان ذولا بدو لا جن ولا اي حاجة، لكن شكلهم تعبانين واخذوه مشي، والله اللي يعلم وين راح يودوه ويدفنوه. استمريت وياهم مشي لغاية ما وصلوا مكان، نزلوا هذا الشخص الميت على الارض، وكلهم كانوا يطالعون بيه بغرابة، لغاية ما سألني واحد قال لي انت جابك ويانا وش دخلك بنصنا؟ هكو واحد ثاني قام يضحك وقال له لا، من ذيك الساعة عاف شغله وعاف سيارته واجا ويانا، انا ما كنت اشتغل اصلا. المهم جاوب واحد ثالث بلهجة ما افهمها الهم، وهنا كلهم قاموا يضحكون. انا اللي سويته هنا اتفاجئت وما عرفت شنو اللي جاي يصير بالضبط، قلت بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بنصهم. أول ما قلت هاي الكلمة كأنه ذبيت قنبلة بنص دولة، بدأوا يركضون ويصرخون بصوت عالي، وحتى هذا اللي كان ممدد على الأرض ترك المكان وطلع ما أعرف وين راح. ولما صار هذا المنظر المرعب قدامي ما أعرف إيش أسوي، أخذت لي تقريبا بالدقيقتين واقف على قدامي، وبعدين ركضت واني اذكر باسم رب العالمين في سبيل الله انظر شويه، وشفت نفسي انا عكس اتجاه السياره، افتريت ورجعت اركض، وانا جاي اركض صار رعيد وقامت ترعد وتمطر. ويوم اللي وصلت يعني قريب شويه عن السياره اتفاجئت انه اكو نار بالمكان مشتعل، واول ما وصلت اتفاجئت ان السياره مالتي جاي تشتعل
من الأمام، الغطاء مال المحرك كان مرفوع وكان الضوء بنص الغطاء مال المحرك في سبيل يضويلي المكان، وكانت النار تخرج من المحرك وتسعر. ما أعرف شو أسوي، قمت أشيل برة مال وأرمي عليه أريد أطفيها، أذكر اسم رب العالمين وهي تزيد أكثر وأكثر لغاية ما بعدت عنها، لأن خلص السيارة تشتغل على البنزين واحتمال تنفجر بأي لحظة. وهنا الحمد لله والشكر رب العالمين مطرها مطرة قوية، وهي جاي تطفى النار اللي موجودة بالسيارة، تمطر الدنيا تهب النار وبعدها تطفى مرة ثانية وترد تشتعل، كأنه أكفت شيء به. والنار ما كانت طبيعية، كان لونها يعني برتقالي زيادة أو أورنج. والحمد لله والشكر طفت النار، وأول ما طفت النار قعدت على الأرض وبديت أدعي رب العالمين وأرجف، وحتى عيوني دمعت، حسبت نفسي أنه أنا غلطت غلط كبير. نزلت بمكان وعرفت أن المكان مسكون، وبعدها اتهاونت بالموضوع كله، وهذا الشيء ما يصلح. وهاني جالس وجاي أدعي رب العالمين سمعت صوت مال السيارة، لكن هاي السيارة ما لها إضاءة، والصوت هم كان بعيد شوية. قمت أتلفت وأقرأ آيات من القرآن، لأن الجن عندهم هاي الأساليب، حتى الأصوات يقدرون يقلدوها، مو بس يقدرون يشكلون. فاللي سويته أنا هنا ظلت أتلفت يمين ويسار، رجعت لزق ظهري بالسيارة وخايف وما أعرف شو أسوي. مرة واحدة وأشوف أضاءة من بعيد، ورضا كانت جاية باتجاه سيارتي شوية، وصل لي يمي واحد سلم علي ونزل من السيارة، فقبل لا يتقرب علي رجعت شوية وقلت له أقسم عليك برب العالمين أنت إنسي ولا جن؟ قال لي أكو جن يصعد بسيارة ويجيك. قلت له إيه أكو، قول بسم الله، قول لا إله إلا الله حتى أحكي لك. قال لي الرجال بسم الله لا إله إلا الله، شبيك الصاير لك؟ قلت له كذا وكذا صاروا وياي. قال لي ما عليه، تعال أصعد بسيارتي خلي أخذك. وفعلا صعدت بسيارته وأخذني وبدأ يمشي، وهو جاي يمشي سألني قال لي أنت مو مريت كذا وكذا المغربية وأنت كنت تأخذ منها نفقع؟ وهذا الشيء جمدني عن الحركة، قمت ما أقدر أتكلم واختنقت وقلت له أنت من الجن طبعا. قال لي أنا إنسي لا جني ولا أي حاجة، وكنت أنا وعائلتي وشفناك، كانت عندنا سيارة وهاي سيارتي نفسي، ما انتبهت عليها أنت؟ قلت له لا ما انتبهت، وأنت ش عندك هنا هذا الوقت المتأخر؟ قال أنا هنا عندي غنم وعندي كذا، وأنا أصلا عندي بيت مال شعر يا ابن الحلال، إيش بيك أنت خايف؟ تراني جيت أساعدك. وفعلا هنا شوية اطمأنيت إله، وبعدها وصلني للخيمة مالته، جلست يمه وشب النار وسوى قهوة وقعدنا أنا وياه نسولف. قال لي أنا ما أردت أخوفك زيادة، المكان اللي نزلت بيه أنت هذا وادي للجن، وحتى الفقع لما يطلع بيه يطلع بكثرة، لكن احنا ما نتقرب وما ناخذ اي حاجة. وبعدها قال لي هذا الوادي بيه جن، وذول الجن سالمين يعني ما يذون احد، اذا انت ما اذيتهم وما سويت لهم حاجة راح يبتعدون عنك وما يذوك نهائيا، وما يجونك حتى باحلامك وكوابيسك. اشو كلامه بدا يخوفني، واول مرة اخاف. قال شبيك انت خايف ولونك تغير؟ قلت له انا ما اخاف من الجن ابد. ضحك بذاك الوقت وضربني على رجلي ضربة خفيفة وقال لي لا مبين عليك خايف ومرعوب، ومبين عليك ما داش للصحراء أو داخل الصحراء قبل. بديت أضحك وأقول له لا أنا كذا وكذا وصاحب طلعات وبار وكشتات ونعرف ورايح فلان مكان. قال لي ما مبين عليك. بديت أسولف له وأقول له بس أنا شوية أستهزئ بهذا الموضوع. قال هذا موضوع كبير، موضوع الجن موجودين وما يصير أنت يعني تسوي بيهم هاي الأشياء. قلت له أنا حبيت أتقشمر وياهم أو حبيت أشاقيهم. قال لي شلون أشاقيهم؟ هم مثلنا، بيهم الكبير بيهم الصغير، ترى حتى يتمرضون مثلنا، وحتى عندهم أطباء ومهندسين. الرجل هذا اللي أنا جلست وياه كان يعني عنده علم بهذا الموضوع وفاهم، يعني ما كان رجال عشوائي وما يفهم. المهم بدأ يتكلم وياي على الموضوع شوية، وقلت له شو رأيك نروحان وياك للمكان؟ قال إيش عندنا؟ قلت له نروح نسحب السيارة ماتي واجيبها واروح لأهلي. قال وانت ليش متوازي؟ خلص كلها ساعات ويطلع الفجر ونروح نجيبها، هسه الوقت متأخر وما نقدر. لحيت علي وقال لي ما اروح، انا عندي عائلة
وأنا ساكن بهذا المكان وما أقدر أنقل يوميا من مكان لمكان بسببهم. سألته وقلت له ليش هو أنت هم صار عندك يعني موقف ويا الجن؟ قال لي صار عندي قبل سنتين موقف، كان عندي إبل وكنت سارح بيهن بذاك اليوم، وأنا جاي أمشي شفت من بعيد إبل اللي هو يعني بعير. يقول شفت هذا البعير تايه، بديت بذاك الوقت أصيح عليه وأنده، وقف لما شاف اللي عندي، واللي عندي بدأوا يتقدمون عليه نص المسافة وهاجم، بدأ يركض وهو ثابت بمكانه. بذاك الوقت يعني ما عرفت أهمية الموضوع وما حسبت أن الموضوع جن، لأن الجن معروفين بالصحاري دائما بالليل ينشطون أكثر وبالنهار تكون حركتهم بطيئة وشبه من عدمه. فأني كانت يعني نهار وشفته قلت خلي أروح أجيبه، ولما وصلت ليمه كان طبيعي قدته وجبته، وهو كان يمشي وياي ومالاتي اتطشرا مرة واحدة. كان يقول لي أنت حرت بي تريد تاخذني وياك وعفت مالاتك المصيرهن؟ التفتت لقيت اختفى مرة واحدة وهذا الشيء أرعبني جدا. بدأ كل ليلة يجي المكان وأقرأ قرآن، عائلتي كلهم كانوا يشوفونه أقرأ قرآن بالمكان ويروح، وظل يستمر بجيته، وكنت أخاف يأذيني ويأذي عائلتي لغاية ما غيرت ورحت لغير مكان. المهم قال لي خلاص أنت نام مرتاح وأنا قعدك الفجر، نروح نجيب سيارتك وتطلع تتوكل تروح لهلك. مددت وهو مدد لغاد من عندي وبدأ يسألني وأسئلة، ومرة واحدة سألني وكنت ناسي. هو الموقف كان كبير جدا، أنا شفتهم حاملين مثل الشخص جنازة وما سولفت له على هذا الموقف. مرة واحدة قمزت وقلت له هو أنا نسيت صار وياي موقف. قال لي شنو؟ قلت له شفتهم شايلين جنازة ومشيت بنصهم. قال لي أنت تحكي صدق لو تشاق، لو هذا كان حلم أنت غفيت شوية لو لا؟ قلت له لا هذا الموضوع صار عندي باليقظة. قفز من مكان الرجال وخلى يده على راسي وبدأ يقرأ علي آيات من القرآن، يقول لي حاسس بحاجة؟ أقول له لا ما بي أي شيء. كمل قراءته من القرآن وأذن، هو أذن يعني أذن بإذاني لكن شوية بصوت أعلى، ومرة واحدة قلت له ذاك وأنا واقف شفت بذاك الوقت مثل الشخص القزم قصير جدا وعيونه كأنهم جمرات اثنين مشتعلات. أقول له ذاك وين؟ يقول لي ماكو أي أحد، وهو يأذن بصوت عالي لغاية ما شفته بدأ يتقلص حجمه ويبعد وبعدها اختفى تماما. قلت له راح. قال هذا جن كان يمك وهو نساك هذا الموقف، ترى الموقف اللي شفته أنت هذا موقف خطير ومرعب. أنا ما أعرف لكن لما حكيت لي صارت عندي قشعريرة، وأنا معروف لما يقشعر بدني من حاجة يعني أكو فتشي بكلامك أو أكو جن بالمكان. النوبة أنا صارت عندي قشعريرة مباشرة أول ما كمل كلامه وقلت له أنا صارت عندي قشعريرة. قال ما أعرف وبدأ يردد بآيات من القرآن، وهنا شوية ونسمع صوت حرمته تصرخ عليه وتناديه راح يركض، وسمعته يقرأ قرآن جوا شوية وكان يصير الوضع هدوء بهدوء. وبعدها تقريبا بدقيقتين رجع ليمي وقال لي خلص كل شي صار بخير، صار صلاة الفجر خنقوم نصلي. صليت أنا وياه وهو اللي صلى بيه، أنا صلاتي ما تمت كلها، كنت أتلفت يمين ويسار بالصلاة وثلاث مرات أربع مرات انتقضت أحس أحد يجرني من ثوبي، ألتفت ما ألقى أحد. وبعد ما كملنا الصلاة أنا وياه وأنا صلاتي أصلا ما انحسبت سألته وقلت له شبيهم عيالك وصار وياهم؟ قال دخلن عليهم قطط سود. طبعا أنا يعني ما أعرف ذيك الليلة مثل ما قلت لكم كانت ليلة غريبة، لكن هذا الرجل ساعدني وجاب سيارته وطلع سيارتي والحمد لله والشكر غادرت وطلعت. طلعت من الصحراء لكن ما انتبهت على البدي مال السيارة، أنا كنت مخلي بيه فقع ما لقيت ولا وحدة. بعد ما صعدت الشارع بالبداية ناظرت بعيني فعلا كان الموجودات ما انتبهت على الكمية لكن موجود، لكن يوم وصلت الشارع ما لقيت أي حاجة ومتروس طين البدي أو رمل أحمر فقط. المهم استمريت لغاية ما وصلت
أهلي. طبعا مريت بليلة عصيبة جدا وسولفت لهم على اللي صار، والمغرب طلعت يم أصدقائي اجتمعت بيهم وسولفت لهم الموقف كله بما أنزل. قمت كل ما أرجع للبيت أحس بأشياء، أحيانا لما أكون وحدي أشعر أنه أكو أحد وياي، وإذا مشيت بطريق بالليل المظلم أحس أنه أكو شخص يمشي وراي، وأحيانا وأنا جاي أمشي أشوف الخيال ماتي مثل اللي يسوي حركات، وهذا الشيء بدأ يلعب بعقلي. يوم يومين ثلاثة أستهم بالموضوع، لحد ما يوم من الأيام وأنا نايم بالغرفة انفتحت علي الباب مال الغرفة وطالع بوجه طفل ما أعرفه ورجع يركض. المهم صارت الأيام تعدي علي، وكل ما أتكلم ويا أحد على الموضوع يقول لي هاي مجرد هلاويس وخرابيط، شغل قرآن واسمع قرآن وحالتك تصير أحسن. هم ما يدرون أصلا أنا عندي مشكلة، إذا شغلت قرآن أكثر من 10 دقائق ما أقدر أختنق وحتى أشعر بإذاني تنسد. المهم بذيك الفترة كنت أشتغل بمحل، وهذا المحل كان كبير جدا ومحل يعني يعتبر جملة، ويجون أشخاص جايبين قوائم من محل ثاني عندنا صغير، وهذا المحل جدا كبير نجهز بيه الناس على القوائم اللي يجوبوها. المهم فيجى شخص قصير وكان شكله مخربط وصدره مرفوع لي فوق، المهم انطاني قائمة، وقبله واحد هناك هم انطاني قائمة، صار عدة قوائم ما كنت اناظر بيهن واطالع. هناك القوائم لما اخذها جوا ابدي انطي للعمال من عدها حتى يجهزون، وانا كذلك. المهم بدوا العمال يجهزون، وبعد ما جهزوا العمال كل بضاعة وحدها يحطون الوصل هذا فوقها. فالمهم وانا جاي امشي سلمت البضاعة، وبقت اخر بضاعة صندوقين او ثلاثة وفوقها الوصل. يوم اللي رفعت الوصل وناظرت بيه وطالعت تفاجأت بالاسم اللي مكتوب. الاسم اللي كان مكتوب مكتوب اقداح، وهذا الشيء ذكرني باسم الجن اللي كانوا شايلينه. هنا أنا اقشعر بدني مرة واحدة، قمت افتر يمين ويسار بالمكان وصيح بصوت عالي وقل لهم من اللي جاب هذا الوصل، خليه يجي يستلم غراضه بسرعة وانا اريد اشوفه. العمال تفاجأوا من ردة فعلي وقالوا لي شبيك الصيح، هسه يجي صاحبه يجوز راح المكان ياكل حاجة، ليش هاي اول مرة تصير عندنا شخص يتأخر. وبعدين اجى الشخص يتمشى من بعيد، لكن هذا الشخص ما شايفه كأنه اول مرة اشوفه. كان رجال طويل بشوارب ثخينة، رجال مرتب. المهم كان يقول لي كملت بضاعتي، قلت له الوصل باسم من وانت شو اسمك؟ قال لي انا اسمي جاسم والوصل باسم جاسم. يوم اللي ناظرت بالورقة لقيت الاسم جاسم وهاي البضاعة له، خجلت من نفسي والعمال انتبهوا علي شافوني جدا تعبان ومنفعل. انطيت الورقة او الوصل لان احنا اصلا عندنا نسخة من عنده، وانطيت الكراتين وراح. وانا رجعت اقلب بالوصولات ما كان اكو اي اسم هيج، وهذا الشيء جوز كان براسي فقط. المهم يوم اول يوم ثاني يوم ثالث، وانا بدت حالتي السوء اكثر واكثر. كل اللي موجودين حوالي بدوا يشوفوني انا متغير، لكن لما نتكلم وياهم يقولوا لي ما جاي نشعر باي حاجه انت تشعر به. وطبعا فعلا الشخص المريض واللي بيه وجع والم ما يحس به غير بس هو فقط. المهم بيوم من الايام كان عندنا جرد بالمخازن، وانا كنت مسؤول على العمال فلازم اكون حاضر. حضرت بالجرد، والجرد مارتنا يصير بعد الظهر، نعزل وبعد الظهر كله جرد، شو وقت ما نكمل نروح. وظلينا نجرد بالبضاعة، ظلينا تقريبا لغاية 6 المغرب. بالستة المغرب يكون يعني الجو مختلط الظلام به بعض الشيء. وبعد ما كملنا رحت غسلت رتبت نفسي، العمال انسحبوا الكل راح، وانا طلعت على كيفي لقيت الباب يعني مسدودة، لان احنا عندنا حمامات او مغاسل خارجية. واللي سويته صعدت بسيارتي وبديت امشي. هذا المكان اللي انا كنت امشي بيه صاير عبارة عن سوق، لكن يعزل بهذا اليوم. وعلى الباب ما تبرع او البوابة كان اكو شخص حارس، اتعديت من يم الحارس تقريبا ب3 مترات 4، ولقيت مرة واقفة، والمرة كانت حاملة بيدها كيس وكانت تأشر إلي. وقفت مباشرة، والمرة رفعت الكيس ورمتها لي ورا بالسيارة،
وطالعت بوجهه وفتحت الباب وصعدت. يوم اللي صعدت تفاجأت يعني أمتار قريبة، والحارس يعني ما تدخل بيها وسألها وش قصر لها واقفة. المهم ما دققت وقلت خلها وصلها وين تريد تروح، أكيد للمحطة مال السيارات والمحطة قريبة من عندي. وفعلا افتريت وسألتها قلت لها وين رايحة، ومثل ما توقعت قالت للمحطة مال السيارات. يوم اللي وصلت للمحطة سألتني قالت لي أنت رايح لفلان منطقة؟ كانت منطقتي، قلت لها إيه، قالت وصلني وياك أنا بيت هناك. وصلتها وبديت أسأل بيها لأن أني أعرف يعني أغلب أهل المنطقة، وحتى إذا ما أعرفهم يعني لازم إذا هي يعني ظلت تقول لي مثلا جاري كذا يعني لازم أعرف أحد. واللي خلاني أستغرب أكثر بهاي المرة كان وجهها مكشوف وكانت عجوز طاعنة بالسن، وأنا جاي أسأل بيها بدت تسأل وخفت عليها إنه روحها تطلع. قامت تسأل هواي انطيتها مي حتى المي ما قدرت تفتح، ومباشرة ركنت السيارة على جانب الطريق حتى أسعفها لأن إذا ماتت بسيارتي مشكلة. مرت كبيرة شلون خلوها تطلع وتاخذ غراض من السوق ما أعرف. وأول ما نزلت وفتحت الباب مال السيارة وناظرت بوجهها ما لقيت هالمرة نفسها، لقيت المرة متغيرة ولقيت وحدة يعني تقريبا بالعشرين من عمرها. هذا الشيء فزعني وقمت أصرخ وأرجع لي ورا، ركضت ونسيت إنه أكو وراي شعر. عبرت الشارع بدون أي وعي وجدت سيارة وضربتني. ناقلين للمستشفى وأنا ما أدري بروحي، كنت فاقد الوعي. ولما قعدت لقيت صدري كله ملفوف وما أقدر أتنفس، وقالوا لي عندك كسر. بديت أتكلم على كيفي، كانوا أهلي جالسين يمي وقالوا لي شنو اللي صار، راكن سيارتك على جنب الطريق ونازل تركض ودعمك هذا الرجال وما عافك وقال شو تريدون؟ أنا حاضر. والرجال أصلا خطيه مسجون، أنت بوعيك على مود تشوف حل، هو دعمك أنت رحت قدامه أنت كذا. قلت لهم لا تنازل وأنا الصوت من يمي. المهم هنا دخلت وحدة علينا، هاي اللي دخلت كانت لابسة يعني هدوم ما سيستر أو وحدة داوم بالمستشفى. واللي حدث نظرت بوجهها نفس البنية اللي شفتها آخر مرة، خاصة ابتسامتها اللي كانت على وجهها. اجت تسحب ايدي تريد ما اعرف تاخذ كانونه ما اعرف شو تسوي، وبديت اصرخ واقول لهم طلعوه من يمي. المهم وانا جاي اصرخ بعدين ناظرت عليها زين، لا كانت هاي يعني سمرة وكانت يعني اصلا مو من الجنسية العربية، واللي شفتها لا كانت بشرتها بيضة. اهلي قالوا لي شبيك؟ قلت لهم اللي بيه ما اعرف، انا قمت اشوف اشياء ما موجودة. وظلت هاي تجي علي كل ساعة، أول ما تدخل أشوفها واحدة ثانية وبعدين شكلها يرجع للشكل الطبيعي. ظليت بالمستشفى أيام عصيبة جدا وتعبت نفسيا، حتى أخوي جاب لي شخص قرأ علي قرآن بالمستشفى، وبعد ما قرأ علي قرآن قال لي حسيت؟ قلت له حسيت جسمي كله اشتعل نار. المهم بذاك الوقت ما قدر يعني يعالجني وما قدر يكثف علي الرقية لأن أنا بالمستشفى وعندي كسر بالأضلاع. المهم طلعت من المستشفى ورا فترة وبدأوا أهلي يودوني يعالجوني، وكل ما يودوني على شخص يقرأ علي أحس أنه أكفت شي وحرارة وبعدها أصير زين، لكن لما أطلع وراها بيوم وراها بساعات أرجع نفس الشي لغاية ما رب العالمين الحمد لله والشكر يعني بديك الساعة صخر لي واحد وكان صدفة اجى للمحل اخذ غراض وانا كنت اشتغل وشافني مثل الشخص المعتوه. امشي واكلم نفسي قال شبيك؟ قلت له موجودين هنا جهالهم يمشون بالمكان ما يخلونا نشتغل. يقول لي يا جهال؟ اقول له ما اعرف جهاله حاطتهم هذيك وينها راحت اخذتهم ومشت. قال لي شبيك انت المهم العمال من طينا يا عاز؟ وقال له هذا يعني مجنون. ولما قلت مره وجهالها حرفيا انا كنت اشوف مره هي واطفالها نوبات القاها ببيتنا، نوبات ادخل دورة المياه القاها يعني جالسة وحاطة واحد جاي يتحمم إلي او تمشط بشعره. كان منظرها مرعب ومخيف، لكن بالفترة الاخيرة قمت ما اخاف اشوفهم اتكلم احيانا حتى يأذوني انا نايم يجون يعني يضربوني. المهم هذا الشخص طلع يعرف بالرقية الشرعية وبدأ يقرأ علي قرآن وبدأ يعالجني، وبجلسة اولى وجلسة ثانية الحمد لله والشكر كان اكو جن موجود بداخلي، والجن كان اسمه نفس الاسم اللي ذكرته بالبداية. طبعا انا ذكرته مرة ومرتين
ونسيت، ما أحب أذكر أسمائهم أبد. المهم بعدها صرت أحسن ورجعت يعني لقراءة القرآن وصلاتي، وبديت أصلي نوافل، وبديت ما أستهزئ بهذا الموضوع أبد، لأن موضوع الجن كبير وما يصير تستهزئ به أنت هواي. وحتى إذا أردت تضحك مو تقعد وتمزح عليهم وتجيب نكت وهاي الأشياء، ترى موضوعهم خطر وهم حالهم حالك. يصير أنت هسه تتمسخر على واحد ما يصير. فهذا نفس الشيء جن، إذا كان يمك احتمال يفقعك على عينك بكف ويطفوا لك اياها والباقي يمك. وحفظنا الله واياكم من شياطين الانس والجن، وانتظروني غدا بقصه جديده ان شاء الله.